رولز الفريكه والدجاج، هالصحن الطبق اصلا اللي هو خلينا من الرولز اللي هو الفريكه والدجاج من اروع اطباق اللي تعلمتها هون على يد صاحباتي الشرقيات، علمتهولي سوريه الله يذكرها بخير. فالوصفه هاي المحبوبه هون انا فكرت اليوم نقدمها لكم بشكل مختلف، راح اعملها برولز، والورق اللي راح نحشيها فيه راح يكون عجينه القلاش من سنبله. ففكره جديده يعني مثل البوراك او شغلاء او المسخن كمان المعروف، بس انا بالفريكه لاني بعرف هالطبخه كثير كثير محبوبه. فيها خطوات انا حاول اختصرها، لكن مش راح بعد يعني مش راح نبخل عليكم باي معلومه. الخطوه الاولى لما تحب، لاني مرات بعمله باللحمه ومرات بعمله بالدجاج. الدجاجه هون انتم شايفين نص دجاجه يا حرام هي كانت دجاجه واحده. بحط الدجاج في طنجره، بحط طنجره وبحط فيها الدجاجه، طبعا بنظفها بليله قبل، بفضل دائما الزنخه وهيك بنظفها مليح، بحط لها ليمون وملح وخل حتى بنقعها فيها المواد الثلاثه، وبعدين بحطها في كميه من يعني بعبي الطنجره مي، بحط الدجاجه، بحط معها حبه ليمون او نص هيك بقسمها وبعصرها وبحطها، وبضيف معها منكهات قرفه، ورق الغار او الرند، كل شيء مذكور في الوصفة، حتى المستيكا، حب الحبهان أو الهيل، القرنفل، ملح، وكمان حبة بصل. حتى مرات هذه نفسهم يعني هيك بعمل البصل بهالطريقة مع القرنفل وبحطهم وبخليها تنسلق. بعد ما تنسلق بصفي المرق، بخليها على جنب، يعني أنا عملت عندي هون مرق دجاج، وبصفي الدجاجة كمان خليها تبرد، بعدين بفتفتها أو بقطعها أو بحطها بالفرن. بس اليوم مش راح نحطها بالفرن، راح نقطعها ونخلطها مع الفريكة اللي راح نوريكم كمان كيف نعملها ونحشيها. فأنا مش راح أحتاج الشغلات هادو لأني هون الدجاجة عندي جاهزة، وحتى هذه راح أوريكم عليهم بعدين، راح أوريكم الخطوة اللي تجي بعدها، اللي بعد ما تجهز عندي الدجاجة فتفتها، بشيل الشحمة وباخذ القطع وبفتتهم، يا إما مكعبات أو بتفتفتوها بتفتفتوها هيك مثل الشعرة وزي ما بدكم. وشو نسوي كمان؟ عندي هون مكسرات اللي جو مع هاي مشهورة الطبخة اللي جو مع الفريكة. أنا هون كمان محمصة مقليتهم، بس حبيت راح نوريكم كمان هالشغلة. فبحط كمية من الزبدة، يعني كمية أنا مش هستعملها كلها، بس يلا بوريكم معلش. حتى هي كثيرة راح قلي فيها المكسرات. أنا هاي شغلتي إنه أبدأ بهالخطوة قبل ما نعمل الفريكة، راح قلي كمية المكسرات هادو في كمية من الزبدة والزيت أو الزبدة لحالها، ونقلي المكسرات. عندي هون طبعا المكسرات شغلة اختيارية، انا هون حاطة كاجو، حاطة لوز، وكمان شوية صنوبر. فالهدف من اني بقلي نقلي هون المكسرات، وبعدين راح نصفيها نحطها تتصفى في نفس الزيت هذا والزبدة اللي تنكه بالمكسرات هذه، راح نضيف البصل نقليه ونضيف عليه الفريكة ونقليها. يعني تصوروا وتخيلوا النكهة اللي راح تاخذوها من المكسرات بهالطريقة. هو المفروض الصنوبر ما يستحملش كتير نعمله لحاله، بس انا حبيت باش هكا نسرع شوي ونوريكم، وانا راني نقلب فيها لكلي، راني نقلب فيه مش راح اخليه ينحرق. راح خليهم يتصفوا، وفي نفس الزيت هذا مثل ما خبرتكم راح قلي البصل، كمية البصل بهالطريقة، نضيف شوية ملح، وراح نضيف كمان مرق
مرق الدجاج انا اللي صفيته من الدجاجه لما سلقتها هو اللي راح اسقي به بعد ما نقلي كمان معاها الفريكه. ومكتوبه في الوصفه كمان مكعب مرق دجاج يزيد نكهه. انا راح اضيف كميه الفريكه. بسم الله. وعلمتني كمان وفعلا انا يعني لاحظت هالشغله لما نعمل الفريكه بتقول لي بتضلك تقلبي فيها بتقلبي فيها، يعني مش انه حطيت الفريكه وراح احط الميه، لا نضل نقلي فيها. بتقول لي لا تبطلي تسمعي الصوت تاع حبات الفريكه، هي ضروريه هيك بعدين ما يتعجنش عندك الفريكه وتنكهوا اكثر. طبعا عندي القرفه، كميه من القرفه ومكعب مرق الدجاج اللي راح نضيفها كمان قبل ما نضيف المرق. انا يعني هون المرق تاعي فيه عملنا فيه الدجاجه، بس نحب نزيد نكهه، نزيد هذا المكعب الدجاج. فشايفين بقلي ومثل ما خبرتكم لكل كوبايه فريكه كوبايه ونص مي. انا هون قلت معايا مليح لانه عندي كميه قليله كمان، انا عامله بس كوبايه. راح اغمرها بالكوبايه ونص مش مي لانه عندي مرق الدجاج. بسم الله. وطبعا يكون سخن. بغطيها وبخليها على نار قليله مثل ما نعمل مع الرز، تاخذ حسب الكميه من 10 ل 15 حتى 20 دقيقه، بس يعني انا بخليها لتنشف اول شيء تستوي الحبات تنتفخ وتجي طريه وتبقى هيك مفرقه الحبه عن الثانيه. حتى مرات والله بكفيها مثل ما هي بحطها بالفرن، بخليها تتجمر على نار قليله. بحب شغله انا هذه تتجمر على نار قليله في الفرن. طبعا انا مجهزه لكم واحده ثانيه وبارده لانه بدنا نعمل الرولز فنحشيهم في الاوراق. انا مجهزتهم هاي بعد ما تبرد. الدجاج اللي قطعته مثل ما قلت لكم يا اما تقطعوا قطع هيك صغيره او مكعبات مربعات مثل ما بدكم. هاي القرفه اللي عملتها فيها انا عملتها على غبر، هاي القرفه اللي كانت مش فيها، كانت في المرق نفسه. وهالمكسرات لما نجي نقدم هالصحن طريقته انه نزينه بالمكسرات. انا راح احط فيه كميه لاني راح اعمل رولز راح احشيهم فيه، راح زينه بالمكسرات. الله اكبر الحق. راح اخلط، مع اني قلت لكم اليوم اللي نقدم الصحن هاي بخلي المكسرات بس من فوق، يعني اخر لمسه انه تحطوا المكسرات عليه، بس انا لاني راح احشيها انا ما راح احتاج هذه، راح احتاج صينيه. وراح ان شاء الله نفتح ورق الجلاش السنبوله، ومثل العاده دائما مجهزه الفوطه المبله مع الصحن. انا راح اخذ هون نصف يعني راح الحبه راح اخذها على اثنين، فهيك خلوني نقص من الاول الكميه. راح احط كميه هون اللي قصها بحميها بالفوطه. انا مخبره في الوصفه اما تدهنوها بالزبده او تدهنوها بالزيت زيت زيتون زي ما بدكم. راح ادهنها دهن خفيف
شغلات مثل هيك رمضان يعني، وبعدين كمان تخرجوا من شغلة انه الفريكة بتقدموها، بعرف انه بتحبوا كتير الناس هون الفريكة، فتطلعوا من هالفكرة انه دايما بتقدموها في صحن وخلاص، فهيك عملوها مثل ما عملتها انا جلاش رولز. حابة أعمل الكمية كلها، أنا بدهنها في الأول وأنا بعمل فيها هيك بضمن إنه كمان ما تنشف ليش. هون فيكم تعملوا بهم كمان لقمات صغار، انا حابه باش نوريكم الحبه الكبيره، بس كمان مرات بعملها على لقمات صغيره. خلوني نعملها على اثنين. انتو شايفين هون عندي ورقتين مش ورقه واحده، لانه لو ورقه واحده راح تغلبكم. اوكي، فانتم شايفين هون عندي ورقتين، ليش؟ لانه الحشوه سميكه يعني مش شغله بسيطه يعني خفيفه، لو كانت حشوه خفيفه ناخذ ورقه او بس، هون عملوا حساب انه هاي فريكه ومكسرات وما ادراك. راح نحطهم بالفرن مثل ما قلت لكم، انا مسخنه الفرن 350 درجه فارنهايت، ما يوازي 150 تقريبا سلسيوس، بين 12 ل 15، وتراقبوا الفرن تاعكم ونجيبها لكم نقدمها لكم وتشوفوا ما اشهاها وما اطيبها، بس اعملوها جربوها وثقوا فيا. رولز بالفريكة والدجاج مثل ما انتم شايفين ما احلاهم، وجاهزين وطيبين لما تطلعوهم تقدموهم مع عصرة ليمون. انا قدمتهم بهالطريقة، وحتى هيك راح نزيد لهم بس شوية تزيين يعني نحط الشغلات اللي فيهم. فريكة رائعة بكفي انها قمح، ف بتمنى انكم تجربوها، انا بعرف في كتير يعملوها، وبعدين بهالطريقة كمان. بسم الله، الف هنا وشفا اذا بتريدوا.